لمناقشة ملف إحياء المتظاهرين الذكرى الأولى لانطلاقة الموجة الثانية من ثورة تشرين ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل. أستاذ مصطفى مرحبا بكم. يعني كما تبعت هذا اليوم أعداد كبيرة من المتظاهرين احتشدت وتحتشد أيضا في الليل في ساحات الاعتصام في بغداد وبقية المحافظات المنتفضة، وذلك إحياء للذكرى الأولى لانطلاقة الموجة الثانية من ثورة تشرين، لكن هنا ما العلامات الفارقة التي رصدتموها أستاذ مصطفى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. لا يسأل المقاوم عن نتائج فعله المقاوم لقوى الاحتلال وعملائه، وأيضا لا يسأل الثائر عن نتائج هذا الاحتلال. يعني هو مجرد بداية فعل المقاومة وفعل الثورة هو المهم في هذا المجال. الذي تحقق كثير في إطار ثورة تشرين يعني نسفت كل المشاريع الطائفية والعنصرية التي أراد الاحتلال وعملائه إشاعتها في العراق، وبعد سنوات من هذا الضخ الطائفي والضخ العنصري توحد العراقيون في موقف واحد ضد قوى الإرهاب والفساد والإجرام التي تتحكم بشؤون العراق منذ 17 سنة. هذا الفعل العراقي الجبار في هذه المحافظات والذي وجه بهذه الآلة القمعية الإرهابية يؤكد، يعني هذه الآلة القمعية الإرهابية التي واجهت الثوار تؤكد مدى أهمية الفعل الذي يقوم به هؤلاء الشباب الذين لا يعني يملكون إلا الإيمان بقضيتهم. أستاذ مصطفى، ما بين 25 من تشرين الأول عام 2019 و 25 تشرين الأول من هذا العام، يعني ما الذي أدركه ثوار تشرين خلال هذه السنة الماضية؟ أدركوا أن كل المحاولات التي يعني تحاول الجهات المتحكمة بالعراق تخدير الشعب من خلالها لن تجدي نفعا، وبالتالي كل ما يدعيه هؤلاء المتحكمون بالعراق من محاولات مزعومة للإصلاح ولا يمكن أن يجدي نفعا. ولذلك كان خيار الثوار منذ البداية، وهو خيار ثابت في كل أدبياتهم وفي كل بياناتهم وفي كل هتافاتهم، وهو أن الشعب يريد إسقاط النظام، وإسقاط النظام لا يعني تبديل الوجوه، وإنما إسقاط كل هذا النظام الإجرامي بشخوصه وبأسمائه بأحزابه ببرلمانه بدستوره بقوانينه وبكل الإجراءات التي اتخذها. هذا هو الذي يريده الثوار، لأن أي محاولة أخرى غير إسقاط هذا النظام بشكل شامل وتام يعني عملية ترقيع ليست حقيقية ولن تجدي نفعا. العراقيون لمسوا أو عاشوا كثيرا من تبديل الوجوه ومن لجان التحقيق ومن الوعود ومن الإجراءات الموضعية هنا أو هناك، ولكن هذا كله لم يوقف آلة الإرهاب ولم يوقف آلة الفساد ولم يوقف آلة الإجرام في كل العراق. العراق كله منهوب والعراق كله تابع لنظام الإجرام في طهران، وبالتالي فالعراقيون هتافهم ضد إيران وضد الولايات المتحدة اللتين تحتلان العراق هتاف واضح وموقف واضح، وهذا هو ما يمكن أن يحقق أمنا واستقرارا للعراق. أستاذ مصطفى، على ذكر الإجرام والإرهاب، مقتدى الصدر دعا في تغريدة على موقع تويتر يدعو فيه القوات الحكومية إلى إعادة هيبة الدولة وردع من وصفهم بالمندسين وذوي الأجندات الخارجية، لكن هنا ما الرسائل التي يريد إيصالها الصدر؟ المندس الأول والمجرم الأول والذي الشخص الأول من داخل العراق الذي التقى بالاحتلال هو مقتدى الصدر. عندما كان الغزاة يتقدمون لاحتلال بغداد قبل 9 نيسان 2003 كان هو أول عراقي داخل الذين التقى بهم، فهو المندس الأول وهو المجرم الأول وهو الإرهابي الأول الذي يعني يمثل الرصيد المضموم الذي يعني وأنا أعتبره أخطر رجال إيران في العراق، لأن مهمته دائما إنقاذ هذه العملية السياسية التي هي مشروع المحتل الأمريكي الإيراني
في كل المراحل. هذه الرسالة تؤكد، أو هذه ما يسمى التغريدة، يعني الحقيقة هي رسالة للإرهاب وللإجرام، وهو يريد أن يستعدي هذه القوات الحكومية، وهي حقيقة لا تحتاج إلى تحريض، لكن يعني هو يريد، يعني سبحان الله، هو يريد أن ينكشف أكثر فأكثر أمام الناس، وبالتالي يعني تتضح مواقفه الإجرامية. ولذلك كان أيضا يعني في بعض الساحات هناك هتاف واضح ضد مقتدى بشكل مباشر، وهذا من مميزات هذه الثورة المباركة، أنها كشفت فساد كل هذه العمائم الطائفية الإرهابية الإجرامية التي لا تمت لا إلى العراق ولا إلى قيمه ولا إلى مصالحه بأي صلة. أستاذ مصطفى، بنظرة استشرافية، يعني في ظل استمرار الاستهداف الحكومي والميليشياوي للثوار، هل ما زالت ميادين الثورة مستعدة لبذل المزيد من هذه الدماء من أجل تحقيق مطالب الثورة؟ يعني نسأل الله أن يحمي جميع العراقيين وكل مخلص في من أجل هدفه، ولكن الإصرار الذي وجدناه طيلة الأشهر الماضية وفي هذا اليوم تجدد أيضا، وهو يعني يؤكد أن العراقيين هؤلاء الشباب الثائر لن يرجعوا إلى بيوتهم، أو لن تنتهي هذه الثورة إلا بتحقيق أهدافها، ونرجو أن تتحقق بلا دماء وبلا خسائر للعراقيين. لكن التضحيات هي وقود الثورات، ولا توجد ثورة لم تقدم تضحيات في العالم على الإطلاق. هذا هو واقع الحال، ولكن نحن نرجو أن يعني يعصم الله دماء هؤلاء الثوار ويحفظهم جميعا. رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل، شكرا جزيلا لكم.